ديلان فارو تتهم والدها وودي ألين بالاعتداء عليها جنسيا في رسالة كتبتها لنيويورك تايمز. انتقدت ديلان الجهات الرئيسية الفاعلة لمشاركتهم في أفلام أولين وترشيحه للأوسكار. الفتاة البالغة 28 عاما تحدثت عن الفضيحة في رسالة موجهة لنيويورك تايمز. ادعت ديلان بأن وودي ألين اقتادها إلى علية بيت العائلة في الطابق الثاني، حيث اعتدى عليها المخرج وهي ممددة على بطنها حيث كانت تلهو بلعبتها. وقالت إن والدها بالتبني كان يجبره على النوم معه في الفتاة.